فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دعاء الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قادما من سفر وعلى صاحبيه، وإذا أراد الدعاء فإنه ينصرف ويقف في المسجد ويستقبل القبلة يدعو الله عز وجل. يقف في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة ويدعو الله بما شاء. فمحل الدعاء هو المسجد لا عند القبر. نعم.